المشهد على حاله منذ بداية الاجتياح البري لمدينة خان يونس، أصوات الانفجارات والقصف المدفعي لا تتوقف. قبل قليل كانت هناك سلسلة من الغارات العنيفة التي ضربت مناطق متفرقة من خان يونس، تحديدا في بلدة بني سهيلة. وصلت قبل دقائق من الآن عدد من الإصابات على سيارات مدنية نقلت هؤلاء المصابين إلى مجمع ناصر الطبري، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي الذي لا يتوقف على الأطراف الشمالية الشرقية وأيضا منطقة السطر الغربي والشرقي، علاوة على القصف الذي لا يتوقف حقيقة في المناطق الشرقية من خان يونس، بلدة بني سهيلة وعبسان وخزاعة. هذه المناطق تشهد عمليات قصف عنيفة غير مسبوقة في منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظات، غارات بالطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا قصف مدفعي، بالإضافة إلى القنابل التي تطلقها الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في أكثر من منطقة في مدينة خان يونس. الليلة كانت هناك عدد كبير، أو فجر هذا اليوم كان هناك عدد كبير من الاستهدافات لمنازل المواطنين في منطقة السكة وسط خان يونس، لمنزل لعائلة الشوربجي. وصل خمس شهداء وعدد كبير من الإصابات، فيما لا تزال طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تعمل على انتشال المزيد من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى استشهاد شاب وعدد من الإصابات في قصف منزل لعائلة شاعت وعائلة أبو عمر في وسط مدينة خان يونس بالقرب أو جنوب المقبرة القديمة وسط خان يونس، وأيضا استهدافات لمنزل عائلة صادق وعائلة القدرة وعائلة الأصل في منطقة السطر الغربي. هذه المنطقة تعتبر من المناطق التي دمرتها المدفعية الإسرائيلية عشرات المنازل والمساجد والبنية التحتية والدفئات الزراعية، دمرت بصورة كبيرة بحسب شهود العيان الذين اتصلوا بنا قبل قليل وقالوا أن هذه المنطقة يوجد بها العشرات من المنازل التي تم تدميرها بفعل القصف المدفعي وأيضا الغارات الإسرائيلية على هذه المنطقة، والتي تعتبر من المناطق التي وصلت إليها الدبابات الإسرائيلية بالقرب من شارع 5. لذلك القصف الإسرائيلي لم يستثني أي منطقة، هناك في منطقة القرارة أيضا عمليات قصف، وأيضا جنوب شرق خان يونس كان هناك غارات إسرائيلية. عدد كبير من الشهداء والجرحى وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى الإصابات والجرحى الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس. الأوضاع الميدانية صعبة، أصوات انفجارات، أصوات رشاشات ثقيلة، ربما هناك اشتباكات عنيفة تدور في هذه الآونة في بلدة بني سهيلة وفي منطقة السطر الغربي والشرقي وحي الكتيبة، لكن حتى اللحظة لا توجد لدينا بيانات أو معلومات سوى استمرار المقاتلين الفلسطينيين بالتصدي للقوات المتوغلة. وأيضا هذا الأمر أدى إلى تدهور المزيد تدهور الأوضاع الإنسانية بصورة كبيرة جدا في هذه المحافظة التي باتت معظم سكانها في الجزء الغربي منها. نتحدث عن مئات الآلاف من المواطنين هم في المناطق الغربية بعد أن تم إخلاء عدد كبير من المواطنين من المناطق الشرقية، من القرارة، من عبسان، من خزاعة، من بلدة بني سهيلة وأيضا منطقة السطر الغربي والشرقي وحي الكتيبة، وعلاوة على جزء من وسط مدينة خان يونس تحديدا حي المحطة والجهة الشرقية الغربية من هذا الحي. وهذا الأمر يضاعف من معاناة المواطنين الفلسطينيين. وصلتنا مناشدات قبل قليل أيضا عن استمرار ومحاصرة القوات الإسرائيلية لعشرات العائلات في بلدة عبسان، في بلدة بني سهيلة، بالقرب من المركز الثقافي، بالقرب من مراكز اللواء في عبسان. لا زالت الناس محاصرة ويحظر عليها الخروج، وأيضا هؤلاء الناس دون ماء، دون غذاء، ودون أن يتمكن أي جهة دولية من الوصول إليهم. أيضا في بلدة بني سهيلة هناك العشرات من العائلات، النجار والرقب والبريم وغيرها من عائلات القهوجي، أيضا لا زالت محاصرة، والقوات الإسرائيلية تقوم بعمليات إطلاق نار مباشر على هذه المنازل، بالإضافة إلى حالة الخوف الشديد في المناطق في وسط خان يونس بسبب
استمرار عمليات القصف والاستهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية التي تضرب بكل قوة وبشكل عشوائي على منازل المواطنين، وهناك خشية أن يؤدي ذلك إلى وقوع العديد من الشهداء والجرحى. الآن النازحين الذين نزحوا إلى غرب خان يونس أوضاعهم مأساوية نظراً لافتقار قطاع غزة أو مدينة خان يونس للاحتياجات الأساسية من ماء ومن غذاء ومن مواد تموينية ومن أغطية في ظل حالة البرد الشديد، وبالتالي الأمور الإنسانية والمعيشية تتدهور بصورة كبيرة، بالإضافة لأن الأمور الصحية والطبية هي الأخرى متدهورة. تم فتح يعني قبل يومين مستشفى ميداني ثاني، والآن سيتم تجهيز مستشفيين آخرين في مجمع ناصر الطبي نظرا لحالة الاكتظاظ الكبير في الجرحى والمرضى في طرقات وفي المناطق الفارغة في مجمع ناصر الطبي. لم تعد غرف المرضى تتسع للجرحى، الممرات ممتلئة، الساحات الشرفات للغرف أيضا ممتلئة، وبالتالي هناك المئات من الجرحى والمرضى يعني يفترشون الأرض الآن في مجمع ناصر الطبي. وهذا الأمر أيضا ينطبق على مستشفى غزة الأوروبي التي وصل إليها 1000 جريح، معظم عدد كبير من هؤلاء الجرحى وصلوا من مستشفى الأندونيسي، من مستشفى كمال عدوان، من مجمع الشفاء الطبي خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي هناك أزمة كبيرة، أزمة طبية صحية كبيرة. 60% من الجرحى الذين هم في مجمع مستشفى غزة الأوروبي هم بحاجة إلى تدخلات جراحية غير متوفرة الآن في قطاع غزة، وبالتالي هؤلاء 60% هم بحاجة ماسة بحسب مجمع مستشفى الأوروبي، هم بحاجة إلى العلاج خارج قطاع غزة لأن أوضاعهم الطبية لا تستطيع الكوادر الطبية في مثل هذه الظروف التعامل معها، والعدد الجرحى كبير وكبير جدا، والإصابات خطيرة، ويعني تحتاج إلى جهد طبي أو يعني إمداد قطاع غزة بالمعدات والإمكانات والفرق أيضا الطبية اللازمة المتخصصة، تحديدا الفرق الطبية الجراحية، حتى تتمكن الطواقم الطبية من تقديم العلاج المناسب ولو بالحد الأدنى لهؤلاء الجرحى الذين اليوم يعني تم الإعلان عن استشهاد أكثر من 3 مواطنين هنا في مستشفى في مجمع ناصر الطبي متأثرين بجراح أصيبوا بها في أوقات سابقة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.